جابر، هذا الحديث لا يأتي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يأتي من نوعين من الناس. طبعا هناك نوعان من الذباب الإلكتروني، حديثك قبل قليل عن الذباب الإلكتروني. هناك الذباب الإلكتروني المعهود والمعروف، أن يقوم شخص ما أمني أو محابي أو مطبل لمن يريد أن يدير من 1000 إلى 2000 حساب، شخص واحد يدير عدد من هذا الذباب. وهناك أيضا ذباب طبعا احترام للإنسانية وللبشرية بشكل عام، وهناك ذباب على هيئة بشر يقاد مع الآخرين. لاحظ عندما تأخذ وتعطي معه لا يوجد إلا هذه المصطلحات، شبك عظمى. وفي نهاية المطاف انظر إلى المصائب التي حلت بالمملكة العربية السعودية نتيجة لتطبيل هؤلاء وأيضا الإعلام. أنا أجزم بأن بعض الضيوف الذين يحضرون بعض البرامج في تلفزيونات السعودية لا يعرف الموضوع ولا يعي الموضوع. يتكلم عن ماذا؟ فقط موضوع عن دولة قطر. هل تعتقد أن هناك مثل هذه البرامج ومثل هذه المخططات ومثل هذه الأهداف هي من أجل إبعاد بعض الأمور أو بعض الوقائع التي تحاك أو ترتبط بالمملكة العربية السعودية، إبعاد الحوم مثل ما نقول؟ هم يحاولون قدر الإمكان أن يصرفوا الأنظار عن ما يحدث داخل السعودية اللي هو من انتهاكات لحقوق الإنسان، من اعتقالات، من تجريم لكل من يحاول أن لا أقول أنه ينتقد، إنما يبدي رأيا. يحاولون أن يصرفوا الأنظار عن ما يحدث بالداخل، عن ما يحدث في الخارج، عن التبعية السعودية لمجرد إمارة. وهذا أمر للأسف محزن. السعودية بكيانها بدورها، السعودية خسرت خلال عام واحد ربما تحتاج إلى عقود حتى تعيد مصداقيتها وسمعتها وصورتها في العالم العربي والإسلام بسبب هذه التصرفات التي أتت من مستشارين سفهاء، من اتباع سياسات خارجية تملى على صانع القرار السعودي. أنا هنا دعني سيد جابر أنتقل الحديث عن حديث الساعة والإعلام بشكل عام. المجتمع الدولي، القوى العظمى في العالم تتساءل عن الصحفي جمال خاشقجي طبعا، لكن بعد أن ننتقل سويا معك وأيضا مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر، حيث ما تزال قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي حديث الساعة وعلى نطاق دولي واسع. فأيضا دول العالم طالبت المملكة العربية السعودية بإيضاحات حول اختفائه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التركية. نتابع معا هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة. تطورات متلاحقة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في تركيا، وردود أفعال رسمية وإعلامية وحقوقية على نطاق دولي تجمع على الإدانة وتطالب السعودية بكشف الحقيقة. الرئيس التركي طالب القنصلية السعودية بإثبات أن جمال خاشقجي قد خرج فعلا من مبناها. جاء ذلك بعد أن أنكرت السعودية على لسان القنصل العام بتركيا وجوده سواء في القنصلية أو على أراضيها، ولم تثبت القنصلية أنه أتم المعاملة التي قدم من أجلها، بينما رجحت بعض الجهات الأمنية والاستخبارية فرضية أن يكون تعرض لعملية اغتيال. وفي الوقت الذي أعرب فيه إردوغان عن عزم بلاده على كشف الحقيقة، دعت الولايات المتحدة الأمريكية السعودية إلى فتح تحقيق، وقال ترامب إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات في هذا الخصوص. الخارجية الفرنسية أكدت أيضا أنها على صلة بالمسؤولين السعوديين، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستتعامل مع الواقعة بجدية إذا صحت التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اغتيال. وأعربت الأمم المتحدة عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص هذه القضية. صحيفة الواشنطن بوست تركت المكان المخصص لمقال جمال خاشقجي فارغا تحت عنوان صوت مفقود، في إشارة واضحة إلى علاقة هذه القضية بحرية التعبير. أما دير شبيغل الألمانية فقد حملت القيادة السعودية مسؤولية اختفاء الصحفي إما بالاغتيال أو بالاختطاف. وبعدما لازمت وسائل الإعلام السعودية الصمت في البداية، اختارت عكاظ أن تروج لنظرية المؤامرة وأن تزج باسم قطر وتركيا في محاولة لخلط الأوراق. السيناريوهات المتداولة في مختلف الأوساط توجه أصابع الاتهام إلى النظام السعودي بالنظر إلى ما عرف به جمال خاشقجي من معارضة صريحة لسياسة المملكة، وهو ما يعيد إلى الأذهان بقوة الوضع المتدني للحريات في السعودية.
وقد أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن أكثر من 15 صحفيا ومدونا سعوديا اعتقلوا في ظروف شديدة الغموض منذ سبتمبر 2017، وطالبت بتحقيق دولي مستقل حول مصير جمال خاشقجي. وتعتبر ردود فعل النظام السعودي تجاه معارضيه بيئة مناسبة لنشوء التطرف وتطور الإرهاب عبر تنظيمات مثل القاعدة، ومما يعزز ذلك انخراط المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني منذ فترة ليست بالبعيدة في تهديد المعارضين تحت هاشتاغ القائمة السوداء، وقد كتب في تغريدة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. بفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، لكن سعود القحطاني حذف لاحقا هذه التغريدة التي نشرها على حسابه الموثق في تويتر. الوجه الآخر في قصة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وجه إنساني تمثله خطيبته خديجة التي كانت معه قبل دخوله القنصلية وأعلنت عن اختفائه لتكشف للعالم وقائع أغرب قصة اختطاف أو اغتيال يتعرض لها كاتب حر. خديجة كتبت في الواشنطن بوست مناشدة السلطات الأمريكية أن تساعد على كشف الحقيقة، وقد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن رغبته في استقبالها بالبيت الأبيض، وهي تجسد عبر الألم والمعاناة التي تعيشها بشاعة الأسلوب الذي تواجه به الأنظمة القمعية معارضيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذن كما تابعنا السيد جابر هذا التقرير، تطورات متلاحقة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخول قنصلية بلاده في تركيا. كيف تابعت مسألة اختفاء هذا الرجل وتعاطي أيضا المملكة العربية السعودية مع هذا الموضوع؟ أولا أمر محزن ومؤلم حقيقة ما تعرض له الأخ والزميل والأستاذ جمال خاشقجي. ربما من كان قريبا منه يعرف الأخلاق العالية التي يتمتع بها والمهنية والمصداقية التي تميز بها خلال الفترة الماضية، وظل حقيقة يكتب وينادي حرصا وطنيا حقيقيا تجاه السعودية، حتى وإن اختلف مع السياسات لكنه لم يختلف على السعودية. هذا جانب. الأمر الآخر، ليست هذه هي الحالة الأولى بالمناسبة التي أقدمت عليها السعودية بمثل هذا العمل أو بعمل قريب آخر. منذ في السبعينات قامت أيضا بمغامرة أخرى، ناصر السعيد ربما يتذكره العديد، عندما تم التخلص منه وأصابع الاتهام وجهت إلى السعودية. هناك أيضا شخصيات أخرى طوال ما تلا ذلك، من سواء كان التخلص بهم في الخارج، سواء كان باختطاف من عواصم أوروبية ويعني جلبهم إلى السعودية، من أتى بضمانة سعودي ثم اعتقل في السعودية. هذا جانب. الأمر الآخر، لو رأينا أيضا هذه الأزمة في البداية، بداية عندما حدث الاختفاء، لم تأتي على ذكر جمال نهائيا، سواء كان الحسابات الوهمية، سواء كان الحسابات الرسمية، سواء كان الإعلام السعودي، ظل صامتا تماما لأيام في بداية الأزمة. ثم تاليا تحدث بشماتة وتحدث أن هذا هو مصير كل من يخون الوطن. ثم لاحقا عندما اكتشف أن هناك جريمة وأن هناك معاقبة وأن هناك قتل داخل سفارة، إذا ما يعني صدقت كل هذه المؤشرات والتقارير أن هناك جريمة، فحاولوا ثالثا أن يخلقوا لهم جهة أنها مستفيدة من استهداف هذا الصحفي والأخ جمال خاشقجي. فكان دولة قطر عبر صياغة هذه المسرحيات وهذه التقارير بأن قطر هي التي قامت باستهداف جمال، وهو أمر حقيقة يعني مضحك جدا. المضحك ما شاهدناه سيد جابر أيضا هو مقام به القنصل السعودي وهو يفتح خزائن وأدرج ودواليب للكهرب أو دروج صغيرة لا تتجاوز ربع متر في ربع متر فيها عدد من الكتب، وكأنه يقول للصحفيين انظروا جمال انت. انا يعني من حسن حظي اني التقيت في يوم من الايام بالسيد جمال خاشقجي ودار معه حديث على الهواء مباشره، واعرف هذا الرجل معرفه طيبه. هذه التصرفات المريبه من قبل القنصل والمشكوك في امرها، هنا نقول ان صحت التقارير وان شاء الله انها لا تصح هذه التقارير بمقتل هذا الرجل، تعتقد بان المملكه العربيه السعوديه اقدمت على خطوه
لم تكن في بالها تبعات هذه الضجة الإعلامية، الرئيس الأمريكي، الخارجية الأمريكية، الخارجية الألمانية، الفرنسية، الاتحاد الأوروبي، العالم يطالب، أين هذا الرجل من كل ما يحدث الآن؟ يريد أن يعرف الحقيقة. اليوم أبسط الأمور التي يعني حاولوا أن يكذبوا فيها فيما يتعلق بالكاميرات، الكاميرات قالوا أنها تقوم بالتصوير لكنها لا تسجل، وهذه فقط في حالة واحدة في المعتقلات أن الكاميرات تقوم بالتصوير ولا تقوم بالتسجيل. فهل القنصلية السعودية هي معتقل؟ أمر جدا يعني جدا أصبح محل سخرية وتندر العالم من هذه يعني محاولة التبرير التي أقدموا عليها. تم نشر صور دخول، انظر بس نشاهد معك يعني مشاهدين نشاهد معك داخل الأدراج، لكن هناك بالمناسبة تقارير تتحدث عن قتل وتصفية الزميل، وهو أمر حقيقة مؤلم أن يتم ذكر يعني مثل هذه داخل السفارة، وربما ما تحدثت عنه بعض التقارير عن تصفيته أيضا جسديا بآلات وغير ذلك، ربما إراديا بالمناسبة قام هذا السفير بفتح هذه الأدراج لأن هناك تم تجزئة جسم وجسد الأستاذ جمال إلى أجزاء وربما يعتقد، ومن أدخله بالمناسبة رويترز التي يدعون اليوم أو بعض من هو يعني محسوب عليهم أن حتى رويترز ليس لديها مصداقية، لماذا قمتم بدعوتها وإدخالها إلى القنصلية لي يعني تغطي هذه المسرحية التي أقمتم وقمتم بتصوير هذا الجانب؟ ثم هل يعقل أن يتم يعني الكشف عبر الدولاب أو عبر الدرج أو عبر المكاتب كأن جمال موجود هنا أو كأن جثة جمال إذا لا قدر الله تمت تصفيته موجودة ومتوارية خلف المكاتب وخلف الكراسي؟ أمر غريب جدا. العالم اليوم كله من أقصاه إلى أقصاه ينادي بكشف هذه الحقيقة ويطالب السعودية تحديدا بأن تقوم بكشف ما أقدمت عليه. الرجل دخل على رجليه، فهل خرج على رجليه أيضا من القنصلية؟ هذا هو المطلوب من السعودية أن تقوم بتقديمه كدليل حقيقي على أن جمال قد خرج كما تحدثوا بعد 20 دقيقة، في حين أن جمال لم يخرج على قدميه على الأقل من القنصلية. الملاحظ أيضا سيد جابر بأن من ينساق وراء الإعلام السعودي، طبعا الإعلام السعودي الآن بدأ بحملة مقرضة بأن دولة قطر هي من قامت بقتل هذا الرجل وأن تركيا تعاونت مع دولة قطر، والإعلام سلط بشكل عام أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي يتحدثون بهذه الطريقة وكأن هذا الرجل مواطن قطري وليس بمواطن سعودي. لماذا لم يأتي في بال هؤلاء بأن البحث عن هذا الرجل، وجود هذا الرجل حي، هو من مصلحة المملكة العربية السعودية؟ في نهاية المطاف هذا مواطن سعودي، هذا من باب آخر. أين الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ليتحدث أمام الملأ عن موقف بلاده ضد هذا الحدث؟ والأكبر من ذلك أخوي محمد أن في صحافتهم يقولون لماذا كل هذه الضجة عن صحفي واحد بينما هناك 43 صحفي في 2018 تم أو اختفوا أو تم استهدافهم. هذا هو الغريب. كأن هذا الشخص لا ينتمي إلى وطن اسمه السعودية. والأغرب من ذلك أن الأستاذ جمال كان يوما ما يترأس صحفا وأنشأ وساهم بتطوير المسيرة الإعلامية والصحفية في عدد من المؤسسات، وهذه الصحف اليوم هي التي تحاول الطعن بجمال والطعن بتاريخه ومحاولة الإساءة إليه وإلى عائلته وإلى أسرته. أمر غريب أن يتم مثل هذا الجانب. ثم يتحدثون أن قطر قتل هذا الرجل في القنصلية السعودية، فهل لقطر أفراد وجنود داخل القنصلية لماذا السعودية؟ لماذا كل مصيبة تحل على المملكة العربية السعودية يتلفت المستشارون حول ولي العهد، يتلفت المستشارون حول
صانع القرار وهو ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وإذ تجد دولة قطر حاضرة في أذهني وفي عقولي وفي تسريحات هؤلاء. بالمناسبة أنت أصبحت ضابط استخبارات لدولة قطر، وأنت مشارك في الجريمة بحسب الإعلام السعودي. هذه الخطوات الغير مدروسة، هل هي من أجل الهروب من واقع هذه الجريمة ومن تبعات أيضا هذه الجريمة؟ صحيح، هذا هو، هم يسعون إلى الهروب من كل أخطائهم التي اليوم يرتكبون في الداخل وفي الخارج عبر شماعة قطر، عبر رمي كل هذه الجرائم وكل هذه الإسقاطات على دولة قطر، رغم أن قطر كما هم يتحدثون أنها دولة صغيرة جدا جدا، وأزمة قطر أزمة صغيرة جدا جدا، ثم كل ما يحدث لهم من مشكلة من وضع سيء يقولون أن قطر هي السبب. اليوم اغتيال أو تصفية، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا الخبر صحيحا للأستاذ جمال، يرمون ذلك على قطر، رغم أنهم يستهدفون جمال، وسبق له أيضا تصريحات أنه يخاف من العودة إلى السعودية، لأن كما أشار يعني ظهرت له بعض التصريحات أن حالة التجسس تصل إلى أنه حتى إذا ما جلس عدد من الأفراد على وجبة عشاء أو عشاء يمكن أن يتم التجسس فيما بينهم على بعضهم البعض. وصلوا إلى هذه المرحلة من الخوف. الملاحظة يا جابر أننا لم نسمع الخارجية السعودية تقول أننا نحمل على سبيل المثال تركيا، نحمل الأمن في تركيا، نحمل منظمات معينة، نحمل مسؤولية هذا المواطن، هجوم على هذا المواطن. هذا في نهاية المطاف سعودي، وبالمناسبة هذا الرجل قالها بالصوت، طبعا انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع له في مقابلات في البي بي سي وأيضا في الجزيرة، يتحدث في إحدى المقابلات ويقول طلب مني في هذه الأزمة، وهنا يقصد الأزمة الخليجية، أن أهاجم دولة قطر، فقلت لهم لا أستطيع أن أكذب. تعتقد أن من هذا الباب، من هذا الرفض لهذا الرجل بأنه لا يستطيع أن يكذب على هذه الأزمة، طبعا هناك من انقاد خوفا أو طمعا في مال، تعتقد بأنها إحدى الأبواب التي من أجلها فتحت السعودية على كل من يعارضها؟ إن لم تكن معي فأنت ضدي. الأخ جمال يمتلك قيما وأخلاقيات، رفض أن يشارك في هذه الحفلة التي وصفها بحفلة رقص وسيرك ومهرجين يشاركون فيها كتابا وإعلاميين اليوم من السعودية في هذه الأزمة الخليجية عبر التطبيل وعبر كل هذه الإشاعات والكذب التي يحاولون منها الإساءة إلى قطر. وهو أوقف بالمناسبة، قال أن تم إيقافي من الكتابة ووقف حساباتي على وسائل التواصل وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ثم عندما أتت لازم اتصلوا به لكي يعود للكتابة وبالتأكيد للكتابة عن قطر، إلا أنه رفض أن يخوض في هذا الأمر لقناعته أن فيه إساءة وفيه وأزمة مفتعلة ومصطنعة وليست لديها أسس يمكن الارتكاز والانطلاق منها. لذلك ظل قامة إعلامية يحترمه الجميع، ولم تستطع أو لم يستطع النظام في السعودية أن يقوم بتركيع الأستاذ جمال، لذلك أقدم على ما أقدم عليه. اليوم منتشر في شبكات التواصل وأيضا واتساب إلى آخره بأن هناك مواطن من المملكة العربية السعودية يقيم في دولة برا، فخاطب جوازات السعودية، قال لهم أنا أريد أن أجدد جوازي أو يعني في هذا السياق، فقالوا عليك الحضور إلى القنصلية، فقال شكرا يعني موضوع القنصلية يبعدوني منه. طبعا احنا لن نبتعد كثيرا عن دول حصار، ولكن الآن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. لكن اسمح لي وأيضا يسمح للسادة المشاهدين أن ننتقل معكم إلى تقرير آخر، حيث اتسم نشاط بعض المؤسسات الرسمية والشخصيات المسؤولة في السعودية من خلال حساباتهم الموثقة على موقع تويتر بالارتباك. طبعا ينشرون تغريدات ثم يلجؤون إلى حذفها مباشرة، الله أعلم ما هو السبب في ذلك. دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يرصد لنا بعض تلك التغريدات. الارتباك كان وما زال السمة الأبرز للحسابات السعودية الموثقة على موقع تويتر، سواء لبعض الجهات الرسمية السعودية أو لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة التابعة لها، ولا سيما التغريدات المتعلقة بأزمتهم مع قطر. عشرات التغريدات تم نشرها على فضاء تويتر ثم حذفت لاحقا.
إما لأنها تخالف توجها سياسيا أو فكريا معينا لدى السلطات السعودية، أو أنها تثير الرأي العام المحافظ، أو أنها قد تستخدم كأدلة في أي نزاع قانوني محتمل، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. هذا الارتباك لا يبدو جديدا بالنظر إلى عمر أزمتهم مع قطر، ففي أول يوم للأزمة حين أصدرت دولة قطر بيانا أكدت فيه تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية للقرصنة، نشرت حسابات عدة منها حساب قناة الإخبارية السعودية رد الفعل الرسمي القطري على جريمة القرصنة، ثم اضطرت جميعها إلى حذف التغريدة حين صدرت إليهم تعليمات تطالبهم بالحذف. حساب صحيفة الرياض وكذلك حساب الإخبارية الرياضية وقناة الإخبارية وغيرها نشرت تغريدات تؤكد حجب قنوات بي إن سبورت في السعودية، وروجت بالمقابل لإطلاق قناة القرصنة بي أوت كيو كبديل مجاني داخل السعودية، ثم اضطرت جميع تلك الحسابات إلى حذف التغريدات حين شعرت بأنها قد تستخدم كأدلة دامغة على تورط السلطات السعودية في التعدي على حقوق البث لمجموعة بي إن سبورت داخل المملكة. تغريدات أخرى تضمنت أكاذيب تتعلق بالقيادة القطرية وتسيء إلى الأعراض والرموز القطرية إساءات بالغة لم تراعي حرمة الدين أو الأدب أو القيم العربية الأصيلة، وتخلط عمدا بين ما هو سياسي وما هو غير ذلك، لكن سرعان ما تم حذفها أيضا من فضاء تويتر، وامتد الأمر ليشمل الكذب بحق مؤسسات قطرية تؤدي واجبها الإنساني في خدمة النازحين واللاجئين. في الأزمة الأخيرة لاختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، نشر حساب صحيفة عكاظ السعودية تصريحا منسوبا للقنصل السعودي في اسطنبول يؤكد فيه أن كاميرات المراقبة في القنصلية لا يمكنها تسجيل حركة الدخول والخروج، ومن ثم حذفت التغريدة أيضا. متلازمة النشر والحذف امتدت لتشمل بعض الأمور الدينية والفكرية، إذ نشر حساب قناة العربية السعودية تصريحات للمطران المصري الأنبا بيشوي يتهم فيها بعض الصحابة بتحريف القرآن الكريم، ثم اضطر الحساب إلى حذفها، وكذلك الأمر مع حساب قناة الإخبارية وغيرهما من الحسابات الرسمية الموثقة التي جذفت بشأن بعض الأمور الفكرية. سيظل هذا الارتباك ملازما للنشر الإلكتروني العاجل للكثير من الجهات والمؤسسات السعودية طالما أن السلطة التي تشرف عليها وتوجهها تعاني هي الأخرى من ارتباك أكبر في سياساتها وتوجهاتها، سواء مع جيرانها أو حتى مع إرثها الفكري والسياسي والاجتماعي الذي تحاول الانقلاب عليه. إذن كما تابعنا معكم مشاهدين الكرام، بالفعل هذا مؤلم. البعض يقول هناك تهكم، هناك تسليط من قبل الإعلام في دولة قطر، تلفزيون قطر الحكومي، الجزيرة، بعض الصحف القطرية على المملكة العربية السعودية. هو الواقع الذي دعا العالم بأكمله أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. للأسف نقولها دائما، للأسف بأن من يقود المملكة العربية السعودية لا نستطيع أن نقول إلا أنه مقيب أو من حوله بعض المستشارين الذين لا يريدون للمملكة ولا يريدون لحكومة المملكة ولا لقيادتها ولا لشعبها كل خير. بكل أمانة، على الأقل ننظر إلى هؤلاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، انظر كيف يتعاطون مع الآخرين وكأننا في مدرسة ابتدائية، أو حتى يكرم طلاب الابتدائية عن أمثال هؤلاء. دائما يتساءل الواحد، هل أجبرت المملكة العربية السعودية عن التنازل عن هذه المكانة، مكانة عربية، مكانة دينية؟ والسبب في ذلك من؟ في من يستشار بالقرب من صانع القرار. تابعنا معك التقرير سيد جابر، عشرات التغريدات لبعض الحسابات الحكومية في السعودية تغرد في هذه الأزمة، تغرد على دولة قطر ثم تمسح التغريدة. لماذا برأيك؟ أولا، هذه المواقع هي انعكاس للارتباك والتخبط الذي تعيشه السعودية في المجمل، سواء كان في الداخل أو في الخارج، في السياسات الخارجية، في تعاملها مع الدول الإقليم، في تعاملها مع الداخل، في مستشاريها الذين هم يلفون حول الحلقة الضيقة لصانع القرار. هي انعكاس لكل هذه حالة التخبط الذي
تعيشوا هذه الحسابات. وحتى بالمناسبة المستشارين هم الذين أيضا لديهم العديد من التغريدات التي قاموا بحذفها لأنها يعني تكون تحت طائلة المحاسبة والقانون، ويمكن أن يحاسبوا لأن فيها من العبث ومن المساءلة القانونية الشيء الكثير، وهذا ما انعكس على وسائل الإعلام الأخرى التي تقوم بالتغريد ثم لاحقا تكتشف أن ما قامت به هو مجرد يعني يمكن أن تحاسب عليه ويمكن أن تكون ممسك حقيقي لكي تحاسب عليها. حتى فيما يتعلق بالاغتيالات هناك تغريدات واضحة بأن ملف الاغتيالات كما تحدث به مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني بأنه فتح ملف الاغتيالات من جديد، وبالتالي هي نوع من المحاسبة. ثم قام كما أشرتم إلى أحدى هذه التغريدات بأنه حتى أولئك الذين تمسكوا أو كانوا تحت أسار الكعبة فإنهم لن ينجوا من الاغتيال. هذه محاسبات قانونية وهذا يمكن أن يكون تحت طائلة القانون، لكن ليس هناك وعيا، ليس هناك ثقافة، ليس هناك إدراكا لما يقدمون عليه من يعتبرون أن هذا الفضاء المفتوح هو تماما كما يقومون بالتفحيط على الساحة أو على الواقع. لكن لماذا هذه اللغة الصبيانية في التعاطي؟ نبتعد قليلا عن 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 التغريدات التي تمسح، يعني هناك إنشاء لبعض التغريدات ثم تمسح من جديد. لماذا هذه اللغة المستخدمة؟ هناك مستشاران لدى ولي العهد يتعاملان وكأنهم يتعاملان في مجلس، في جلسة، في عزبة، في مكان ليس بحظ. أنت الآن أمام الناس ومتابع. في نهاية المطاف لاحظ خلال الأزمة هذه البعض منهم قال بأن هذا الحساب يمثلني شخصيا، وقالها قبل ذلك أنا لا يعني أنا لا أقدح من رأسي أو من هذا صحيح. القبيل، ولكني هذه الأوامر التي تأتيني معقولة بأن ولي العهد وصانع القرار في السعودية يوجه هؤلاء بأن يتعاملوا مع الآخرين بهذه اللغة الصبيانية؟ هم قالوا ذلك ولم يعني يتم معاقبتهم أو حتى أبعادهم. الأمر الآخر أنا حقيقة أشفق وأعتقد وأجزم أن من لديه لقب مستشار اليوم مستاء لوجود هؤلاء أيضا مستشارين بنفس الرتبة ونفس يعني المستوى الفكري. يجب أن تكون هناك حملة في تويتر على يجب أن ليس كل من يحمل هذا اللقب يفترض أن يكون بهذا المستوى المنحط الأخلاقي والتصرفات والسلوكي. طبعا أنا لا أستطيع سيد جابر اليوم أن ننهي هذه الحلقة حلقة الحقيقة دون الحديث عن بعيدا طبعا عن دول الحصار وبعيدا عن هذه الأزمة وبعيدا عن الفبركات والإعلام وكل ما يقومون به، دون الحديث عن توجيهات سمو الأمير بإعلان صندوق قطر للتنمية في تقديم أكثر من نصف مليار ريال قطري، معونة ضرورية للأشقاء في قطاع غزة من أجل تخفيف المأساة الإنسانية هناك. أولا تظل قطر والقضية الفلسطينية هي في صدارة اهتماماتها، ليس فقط على الصعيد الخطاب وعلى صعيد الحضور والدفاع عنها، إنما على صعيد الميدان ودعم الشعب الفلسطيني سواء كان في القدس في أراضي 48 أو في غزة المحاصرة لأكثر من 12 عاما. هذه التوجيهات من سمو الأمير حفظه الله ورعاه تأكيد على أن القدس وفلسطين هي حاضرة عند صانع القرار رغم كل الأزمات ورغم كل الأحداث ورغم أن قطر محاصرة ورغم كل هذه الأمور، إلا أن فلسطين والقدس والأقصى وهذه القضية سوف تظل هي المحرك وهي التي تسعى قطر أن تدافع عنها وفي نفس الوقت أن تضع يدها وما تستطيع أن تقدمه من دعم لموضوع الطاقة في 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 غزة، موضوع الجوانب الاجتماعية، الدعم ومحاولة السعي لرفع الحصار. كل هذه الأمور تأكيد على أن قضية فلسطين سوف تظل هي القضية المحورية المركزية والمحورية. نعم. بالنسبة لصانع القرار في قطر وبالنسبة لدولة قطر قيادة وشعبا. وأنا طبعا أشكرك السيد جابر بن سالم الحرمي كاتب وإعلامي قطر، شكرا يا أبو سالم وأتمنى من كل قلبي أن ألتقي بك مستقبلا. شكرا. حياك الله أخي محمد. شكرا. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام ومستمعين في إذاعة قطر على كرم المتابعة. إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج
الحقيقة. في الختام لكم مني التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.